أكبر إفطار جماعي بالنجف الأشرف. هيم اللي جفيه في مكان. لا علي علي مش راح تطلع عشان وسع تمه. جيب أبو الحسن. أنا عفوا. زي ما أقول. السلام عليكم. السادة تكدسوا؟ تكدسين إن شاء الله بس. يعني ينصب ويتكدس ومن بعده يطلع. ربع ساعة يطلع. ما شاء الله نزور كل شيء هواي. طيلة شهر رمضان؟ طيلة أيام شهر رمضان، يعني من أول يوم رمضان؟ من أول يوم ولحد آخر يوم. وعندنا وجبة هم بالعيد، وجبة إفطار هم من فطر. حلو. مستمرين يعني من بعد رمضان. أول يوم العيد أن يوم إفطار بالعيد. وجبة إفطار وأن يوم بالشهادة باستشهاد علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الوفاة. تمتد السفرة من بداية السيطرة إلى حرم أمير المؤمنين. حجي هاي كلها جهود ذاتية، ما في دعم حكومي؟ ماكو. احنا ما عندنا شغلة بكل اتجاه، عندنا دعم معنوي مادوي من كل الاتجاهات. نستقبل الدعم في هذا الشركة من كل الاتجاهات. حجي بالمناسبات الدينية هم موجودين؟ هذا الموقف خدمي، أفراح أحزان مستمرين. احنا اليوم صارنا خمس أيام اجينا من سوريا، احياء ما شاء الله 40 السيده زينب. السيده زينب خلص يعني مستمرين بالخدمه، ماكو يعني افراح احزان مستمر الموقف. تقريبا بالمناسبات الدينيه كلها انتم موجودين افراح داخل احزان العراق وخارج العراق؟ كله خارج العراق داخل العراق مستمرين.